اخترنا النهارده هيكون معايا وصفه رز معمر، سهل جدا وفلاحي ومصري واصيل. هنشوف ازاي هنعمله مع بعض. قولي لنا يا ساندرا المقادير. انا مقاديري هتبهركم النهارده وهتبهرك انت شخصيا يا توته. مقاديري النهارده فيها سمنه وقشطه وزبده، بس هو طاجن يستاهل، مش هناكله كل يوم يعني. هنعمل مع بعض طاجن رز معمر باللحمه. معانا كوبايتين رز، كوبايه لبن، كوبايتين شوربه احتياطي، معانا ملح وفلفل، سبع بهارات، رشه جوز الطيب، ورق لورا، وفصين حبهان. معايا كمان اللحمه بتاعتي متشوحه الاول او متحمره وبعدين مسلوقه، سلقناها برده في حبهان وورق لورا وبصلايه كده حلوه. معايا كمان معلقه سمنه ومعلقتين قشطه للوش وملح وفلفل مجروش. قولي لي بقى انت هتستعملي مقادير ايه؟ توتيه هي ولا طيب مختلفه؟ خدتوا بالكم ان في قشطه وسمنه هناك؟ ابتدينا نجر رجليها شويه لناحيه الاكل المتسبك والسمنه والقشطه. ماشي، على اخر رمضان هتلاقوا ساندرا غيرت برنامجها وبقت تحط سمنه وقشطه وزبده وحاجات كتير في مطبخي كده، فواضح ان المصري الاصيل هو اللي هيفوز في الاخر. بس تمام، هعمل رز معمر بطريقه بسيطه، يعتبر نفس المقادير مع تغيير في النسب بسيطه جدا. معايا كوبايتين من الرز المعمر، ثلاث كوبايات من الحليب، وكوبايه من الميه. هشرح لكم ليه ميه واحنا شغالين، هيفرق جدا في التسوية وفي الطعم. معانا كمان معلقتين كبار مليانين من السمنة البلدي، اربع معالق كبار من القشطة، وش اللبن او قشطة نباتي على حسب المتاح، ومعلقتين صغيرين من الملح وورق لورا، وده هنعرف برضو تفاصيله اكتر واحنا شغالين، ونص كيلو من اللحمة المسلوقة يعني بنسبة 70 لـ80% ومتقطعة قطع صغيرة. يلا بينا. قولي لي بقى الطاجن بتاعك بتبقي مسخناه ولا مش مسخناه؟ لا مش هوريكي حاجة، ما تشتتنيش معايا، مركزه عشان الموضوع النهارده. مش شارك افكارنا احنا مع الناس. طيب لا سيبوني اركز. طب ابعتوا لنا النهارده انا بتعملوا ايه. الموضوع منتهي. بصوا بقى، بصوا هنا، خليكم معانا. ما من اعمل لك ايه تاني؟ اهو حاطه معلقتين سمنه ومعلقتين قشطه. إيه؟ ويعني بقى. انا بجيب الرز بحط عليه السمنه كمان. انا هعمل بقى حركه ثانيه، استنى عشان هي كده ايه هتسبقني. انا بجيب الحله بحط استني 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 بس مفيش استني، الموضوع منتهي. هقول لك على حاجه، في تايمر شغال، ما تشتتنيش. عمرك كلتي لا ما كلتش رز معمر مفلفل؟ ماله مفلفل؟ اه انا باكله، لا بحبه ملدن شويه، بحبه يبقى كده. هو انت يا توته ما تدوهاش تنبيه بقى، سيبوها. بتستعملي حله؟ بستعمل حله. انا بقى بستعمل الطاجن سخن اصلا. اه طيب بصوا، انا حطيت الرز، كميه الرز بتاعنا، وجبت ملح، حطيت شويه ملح على الرز المعمر. انا بحطش فلفل اسود، مش عارفه هي حاطه فلفل اسود ولا لا. حاطه فلفل اسود يا ساندرا؟ حاطه فلفل اسود على اللحمه. حاجه شيلهولك دلوقتي. طيب وادي لا حاطه فلفل اسود مجروش على اللحمه. انت بتحطي ايه؟ لا انا بحط على اللحمه. اه لكن انا الطاجن لا، الطاجن لا لا مش بحطه. طيب انا حطيت قشطه، حته قشطه شايفين كده، ناخد ده واحط ايه الرز اللي متقلب مع شويه زيت وملح، واحط كمان اللحم. ايوه هتزعلي انت مش موجوده ان انا خلصت. انت خلصتي؟ هتزعلي؟ لا انت حاطه ال اوعي اوعي تزعلي. لا النمره غلط، انا مش موجوده. انت مش هنا صح؟ انا مش موجوده. طب انا خلصت. حط بس ورقه لورا كده معاه، واللبن مع الميه يعني يا دوبك يسخنوا عندي على النار، مش اكتر من كده، وندخله الفرن. الفكره بايه؟ في ايه بقى فكره الميه مع لا ما تقولوش هي رايحه. انا قلبي انا لسه والله هقول المعلومه. استنوا هقول المعلومه بقى بما ان انا خسرانه وما اقولش المعلومه. بصوا الميه مع الحليب، هي ساندرا حاطه شوربه، فانا بحط يعني ممكن شوربه وممكن ميه، بحس ان الميه بتفلفل الرز وبتخليه طعمه خطير. مجرد ما الخلطه دي تغلي بروح واخداها هنا كده صباها. ما انا هكمل الوصفه هبقى خسرانه، وكمان ما طلعتش طاجن شكله وحش. عشان هندخله الفرن كده. ماشي، انا لسه هحط القشطه. بعد ما بحط الحليب اللي سخن مع الميه بقل، هحط القشطه. هحطها يعني هحطها مش هسيبها. احنا بس عارفين لما ناخد الفصل هطلع لها طاجن من الفرن، اوصل لها الفيشه من ورا اهو. هحط بقى ايه، هي حطت حته قشطه صغننه. احنا بقى ايه بقى بتوع السمنه البلدي بقى اهو شايفين. كفايه كفايه، انا هاجي والله طبق القشطه ده من هناك اهو. كل واحد يخلي باله من قشطته. انا هسحب انا هسحب الطبق ده من هناك. القشطه اصلا مش حاجه بتهيألي يعني، وبرده ساندرا تفيدنا اكتر.
انها عادي ان احنا نستخدمها احسن بكتير من الحاجات المصنعه، صح؟ حقيقي هي غنيه جدا بالكالسيوم، وما نقدرش يعني ننكر انها معموله من اللبن، ولكن برضو ما نقدرش ننكر انها غنيه جدا بالدسم. فناكلها يعني بس حته صغيره. هي بس هي الرز المعمر بصراحه حلاوته في القشطه والسمنه الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض بيخلوا الريحه والوش. على فكره المتحمر ده بيجي من القشطه، مش بيجي من اي حاجه تانية غير القشطه. فكل ما بحثتوا ايديكم في القشطه وما زودتوها على وش الطاجن، كل ما اديتكم نتيجه حلوه جدا. شوفي احنا ما نقدرش ننكر ابدا ان هم مهمين، ولكن يعني ايه بالراحه يا توته بالراحه. بس حسيتي ايه المكون اللي فرق معاكي في طعم الشوربه جدا النهارده؟ ورق اللورا. بصراحه بحس ان ورق اللورا بيدي طعم حلو جدا، وبيبرز النكهات اللي موجوده في اللحمه او في الفراخ. اي حاجه بسلقها سواء بط، وز، حمام، لحمه، ايا كان هي القطعيه ايه، لازم احط شويه ورق لورا، بيفرق جدا في الطعم. انت عارفه بقى ان ورق اللورا ده بس الاخضر اللي هو لسه ما تجففش، غني جدا بفيتامين بي 6 وفيتامين اي وفيتامين سي، بس للاسف جزء كبير جدا من الفوائد دي بتروح اول ما يتجفف. فاللي عنده فرصة انه يجيبه ورق اخضر فريش دي بتبقى فرصة هايلة. حلو جدا. هي عارفة كمان انه بيدخل فيه السبع بهارات من الحاجات اللي ما احنا بقينا دلوقتي نطحنه. هي الناس الفكرة ان هم واخدين بس ان ورق اللورا يكون بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، لا الموضوع ان انا ممكن اطحنه وادخله مع تتبيلات كتيرة جدا، بيطلع يا ساندرا خطير، بيطلع طعمه حلو قوي قوي. حقيقي حقيقي. انت عارفة كمان ان هو ليه فاعليه، او يعني لما بناخده بالليل ممكن يبقى منوم او مهدئ للاعصاب. لا ثواني نقف هنا لحظه. بيهدي لما نعمله زي الشاي. انا عارف انا هطحن ايه النهارده بعد الخساره الفادحه اللي انا طلعت منها النهارده. الورق الفريش ده لما نغليه ونعمله معامله الشاي الاحمر بتاعنا. يعني انا هغليه ولا هاكله كده؟ هتعمليه معامله الشاي. الشاي. طيب بعد الخساره الفادحه اللي انا عملتها النهارده دي هروح اشتري لي 3 كيلو ورق لورا واغليهم واشرب كده ايه؟ طب 3 لتر. والشويه المكسرين اللي فاضلين دول عارفه لو حطيتيهم في الاركان بيعملوا ايه؟ ايه؟ بيطردوا النمل من البيت. بجد؟ صدقيني. دي معلومه جديده جدا، يعني بصوا الموضوع بيختلف ان احنا ممكن تكون حاجه بنستخدمها كتير قوي في المطبخ بس ما عندناش المعلومه الكافيه اللي تدينا حاجه تانية احنا عمرنا ما يعني ما جاتش بالي عمري ورق اللورا ليه علاقه بان النمل ما يكونش موجود، واحنا داخلين كمان الجو على الصيف اكيد هنحتاج حاجه زي دي. فيعني معلومه هايله بصراحه، معلومه هايله جدا. انا كسبت. انا انت مصممه. طب انا وانا حزينه جدا يعني، بس يلا خلي عندنا روح رياضيه ومش هنتخانق. اجيب كده بس خالص 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 ولا هيحصل اي مشكله. مبروك. فيها حاجه ولا فاضي؟ فيها. دي فيها حاجه. دي فيها. هيحصل لا مفيش حاجه هتطلع منها، ما تقلقيش. الله ايه رايك؟ طول ما انت ماشيه بقى. ثانك يو ميرسي. برفيوم يا جماعه هي عارفه اللي انا بحبها وجابتها لي.